اهلا بيكم متابعين القناة، يا رب تكونوا بخير. النهاردة والاول مرة من ساعة ما عملنا الحلقات بتاعة اسرار القبول والمحبة ان انا اكون بتكلم فعلا عن القبول والمحبة اللي بين الراجل والست، مش الصفات او الحاجات اللي المفروض تبقى متوفرة في تعاملنا بوجه عام. ويمكن في ناس كتير هتختلف معايا في الموضوع ده، لان ممكن يكون انا كلامي النهاردة هو موجه للرجالة مش للستات، والاول مرة مش زي اي ست بتطلب بقى لا تساعدني في شغل البيت، لا مش عارف ايه، مش ده خالص اللي مطلوب. انا النهاردة عاملة الحلقة دي مخصوص عشان عايزة اطلب من الراجل، خلينا نكلم الراجل النهاردة، قوم بدورك. لو انت مش دورك ان انت تساعد الست دي في البيت يبقى ما تقومش بيه، يبقى ركز في دورك. للأسف انا شايفة ان احنا من ساعة ما ابتدينا نطالب ناس تقوم بأدوار غير بأدوارها ما بقاش حد مركز في دوره الأساسي. انا عارفة طبعا ان الكلام ده ممكن يزعل مني الستات نفسهم، بس معلش هو ده الصح، خلينا نمشي. الصح بيقول ايه؟ هو الراجل مسؤوليته ايه عشان يحتوي الست وعشان ياخد باله منها وعشان يراعيها؟ مطلوب منه ايه؟ هل ان هو اقصى طموح الست واقصى حاجة هي بتحلم بيها ان انت تقف تساعدني في شغل المطبخ؟ اكيد طبعا لا. او ان انت تروق هدومك او الكلام ده كله، اكيد مش هو ده المطلوب خالص. الاحتواء حاجة تانية خالص، والاهتمام اللي احنا بنطلبه وبنتكلم فيه واللي ناس كتير غيري عاملين فيديوهات كتيرة جدا والاهتمام ما بيطلبش والكلام ده، اكيد الاهتمام مش ان انت تساعدني في شغل البيت، مش هي دي القصة خالص، ولا شغل البيت هو القضية اصلا. الاهتمام وان الراجل يراعي الست في حاجات تانية كتيرة قوي، في حبه ليها، في اخلاصه ليها، هو ده اللي مطلوب منه بشكل صح. مطلوب منك ان انت تبقى بتشاركها في حياتك فعلا، ان انت بتعرفها انت بتعمل ايه، شغلك طبيعته ايه، بلاش نظام الغموض والحاجات اللي بتبقى الرجالة بتعملها كده وتحط هالات حوالين نفسها بتسبب مشاكل حقيقية. تخلي الست بقى تقعد تدور هي بقى ايه اللي ناقصها، لا لدرجة ان هي بتدور على حاجات، بتتكلم في حاجات تافهة يعني شغل بيت ايه اللي الستات بتطلب ان هو الرجالة تساعدها، لا تشيل مكان هدومك، لا تشيل مكان طبقك، لا تفطر نفسك، لا مش عارف ايه. اكيد مش هو ده الغاية ولا هو ده اللي مطلوب خالص. اكيد انا مش مشكلتي في الحياة ان هو يقوم يفطر نفسه، اكيد عندي حاجات تانية هي دي اللي تهمني. يهمني انه يبقى واضح معايا، يهمني يبقى صريح معايا، يهمني انه دوره كراجل فعلا يعمل. مش عايزة اطول عليكم، وغالبا احنا الفترة اللي جاية هنبقى بنتكلم بنوجه كلام للرجالة وكلام للستات. خلينا بقى شوية نركز فعلا في اسرار المحبة اللي بين الراجل والست. برضو ده هيعدل كتير جدا، لان طبعا احنا المجتمع كله رجالة وستات يعني. وان شاء الله هيبقى في مواضيع كتير بنتكلم فيها الحلقات اللي جاية، ولو انتوا عندكم اي اقتراحات او اي تعليقات مواضيع معينة حابين نتكلم فيها ياريت تشاركوني فيها في التعليقات. ومرسي جدا ان انتوا تابعتوني لاخر الفيديو.